جيدة، يمكننا أن نكون متفائلين. حماسه والجهد الذي يبذله للتعافي مذهلان، وكلنا معه. الآن يأتي الجزء الأصعب، لأنه سيلعب ضد فريق لا يكن أي اعتبار له، ونحن نشعر بالرضا لأن حالته مطمئنة. فوز إيطاليا مرتين من 3 مباريات في دور المجموعات مكنه من التأهل، وحقق انتصارا صعبا على أستراليا في دور 16 قبل أن يقدم أداء مميزا ضد أوكرانيا وألمانيا ليحجز مكانا في النهائي. سمح تكتيك ليبي بأن يلعب توتي وأندريا بيريلو بإيقاع متناغم، وبقيادة المدافع فابيو كانافارو الفائز بالكرة الذهبية لم يتلقوا سوى 2 طوال البطولة، وجاء من ركلتي جزاء. ثاني الهدفين كان الأول في النهائي، حيث وضع زيدان الكرة في شباك الحارس البطل بوفون قبل أن يدرك ماركو مازيراتي التعادل في 19، وبعدها بقليل دخل صاحبا الهدفين في أكثر حوادث كأس العالم إثارة، وهي نطحة زيدان. كان الفصل بين الفريقين بفضل إنقاذ بوفون المتأخر لرأسية زيدان في الوقت الإضافي، ومع تسجيل إيطاليا ركلاتها الترجيحية 5 تأكد ليبي أنهم سيرفعون كأس العالم. بعد 3 أيام من الاحتفالات غير المسبوقة فاجأ ليبي إيطاليا باستقالته، وحين خرج المنتخب من ربع نهائي يورو 2008 أقيل خلفه روبرتو دودادوني ووافق ليبي على العودة. كان ذلك خطأ، ففي مونديال 2010 فشلت إيطاليا في الفوز بمباراة واحدة ليستقيل من جديد. كانت الانتقادات كثيرة على بطل 2006، لكن كان هناك بروز للاعبين الشبان أمثال ماريو باولتيلي، لكن مارشيلو ليبي جعل الحياة تدور حول الولاء ووحدة الفريق، ولم يكن على وشك التغيير، وقد غادر الساحة الأعظم لكرة القدم دون ندم.